معنا على التليفون سيادة النقيب أحمد حافظ، مشرف عام غرفة عمليات مرور القاهرة. مساء الخير يا سيادة النقيب. مساء الخير يا استاذ لبنى، مساء أهلا الخير حضرتك وسهلا والساده بحضرتك. المشاهدين المحترمين. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة النقيب. خليني الأول أعرف ميدان التحرير وضعه حاليا إيه. امبارح كنا بنتكلم طبعا عن الزحمة بتاعت وسط البلد، النهاردة سامعين إن ميدان التحرير اتفتح شوية وبعدين اتقفل، دلوقتي الوضع إيه حاليا؟ لا هو حاليا يا فندم احنا ميدان التحرير عندنا شغال بكامل طاقته على جميع المحاور، عندنا ما عندناش اي اختراط باي غلق، ويمكن قدامنا على كاميراتنا ميدان التحرير شغال، واختراطنا بالساده الضباط الموجودين في الشارع ميدان التحرير خدماتنا موجوده فيه وبيعمل بشكل جيد جدا الحمد لله، وغير مؤثر بشكل او باخر او بطريقه سلبيه على الحركه المروريه داخل مناطق العاصمه الحمد لله. شهد انفراج المروريه الحمد لله النهارده بالنسبه لمناطق قلب العاصمه الحمد لله، فميدان التحرير معانا في الخدمه شغال، وده طبعا ريحنا كتير امبارح لان زي ما حضرتك كنت عارفه امبارح قلت لي التحرير لما بيأثر شويه بيأثر على كوبري اكتوبر فقط يعني. بالظبط يا فندم، هو الحمد لله النهارده ميدان التحرير على كافه المحاور الحمد لله جميع الاتجاهات، اذا كان اتجاه وسط المدينه او اتجاه الجيزه الحمد لله بيعمل عندنا بشكل جيد جدا، ودخل معانا خدمه فعلا النهارده الصبح ولم يتم غلقه، وان شاء الله يعني ما نلجاش لغلقه تماما ان شاء الله. محطه جمال عبد الناصر هي اللي لسه ما زالت مغلقه، ان شاء الله احنا بنشتغل برضو ان احنا نشغلها معانا النهارده ان شاء الله. ده بالنسبه لمناطق ميدان التحرير. عندنا برضو نحب ننوه ان في عندنا تحويله او تحويلتين على مناطق الدائري، هيبقى ان شاء الله الاتجاه القادم من مناطق مريوطيه اتجاه اسكندريه الصحراوي قبل منزل اللبيني، دي منطقه اعمال بطول حوالي 300 متر ان شاء الله، العمل هيكون من 12 مساء ل 6 صباحا، دي كانت اثرت عن يعني او عقب الاجتماعات اللي قام بيها السيد مصطفى درويش بالنسبه للطرق لرفع الكفاءه بالنسبه للطريق الدائري، هو هيكون في اصلاح للفواصل طبعا احنا عشان الكثافات وما نسببش ازمه في الطريق، هنقفل بس النص الايمن الطريق ان شاء الله. تمام. ده هيبقى من الساعه 12 مساء ل 6 صباحا ان شاء الله، هنستغل نهايه عطله نهايه الاسبوع يوم الخميس ان شاء الله الساعه 12 مساء هيتم غلق التحويله دي، هنعمل تحويله نقل حركه الاتجاه الاخر تماما الخميس 12 مساء. الخميس الساعه 12 مساء يا فندم، وهيتم الافتتاح ان شاء الله السبت الساعه 6 صباحا. تمام. وهتتوالى ان شاء الله الاعمال مستمره معانا لمده 5 اسابيع، ولكن هي دي منطقه وهو ده الوقت المنطقه والوقت اللي هم مقرر ليهم التحويله، ولكن بشكل عام دي هتبقى التحويله اللي على الدائري ليوم السبت ان شاء الله تنتهي معانا. عندنا ايضا تحويله اخرى على مناطق القطاميه القادم مناطق المعادي تجاه القطاميه والعكس، برضو في عندنا تحويله عشان بنركب جسم الكوبري الخاص بالفريق اول محمد فوزي، ده ان شاء الله هيساعدنا بشكل كبير جدا في الانتهاء من الكثافات او القضاء على الكثافات مناطق ميدان محمد زكي. ده ان شاء الله قدامنا 5 ايام ونفتح الطريق الدائري خالص، يبقى كده التحويله ما عندناش غير تحويله واحده ان شاء الله في اقرب وقت. حملاتنا زي ما التقرير حضرتك المحترم قال حملاتنا مستمره لتعاطي المواد المخدره، سائق السيارات متعاطي المواد المخدره، عايزين ننوه ان هذه الحملات بتشمل السيارات الملاكي والسيارات النقل سيارات الاجره، لانه كان تم الترويج الفتره الاخيره ان عربيات نقل اقصد السيارات النقل فقط، فلا هي بتشمل جميع السيارات. تمام فهم. جميع السيارات الملاكي سيارات النقل سيارات، والتركيز اكتر عشان برضو نكون يعني صراحة التركيز اكتر بيبقى على سيارات النقل الجماعي والسيارات النقل العام، ولكن طبعا في سيارات ملاكي بيتم فحصها حل الاشتباه الحمد لله. طبعا زي ما بلغت حضرتك امبارح النسبه عندنا الحمد لله نزلت كتير جدا عن ما كنا متخيلين ان هي فتره قليله، حملاتنا المكبره اسفرت ان شاء الله، واحنا متابعين معاكم بشكل يومي ان شاء الله يا سياده النقيب. شكرا جزيلا سياده النقيب احمد حافظ، مشرف عام غرفه عمليات مرور القاهره، شكرا لحضرتك معايا.